في الليل الأخير، في الليل المتكرر، في الليل الذي لا نجوم له وفقط نباح الكلاب وعواء الذئب، تتحرك الخفافيش، الكائنات القاسية، من عقارب وأفاعن وجراديم، التي تنهش نهشا، للكائنات اللطيفة حتى يصير توازن بيئوي بالحياة، بين قاتل ومقتول. فالصراع ممتد، الكبير يأكل الصغير والصغير لا يأكل الأصغر منه، هذا في عالم الحيوان وعالم البشر أيضا كذلك. الكل يبحث عن غنيمته الخاصة، أو يعمد غنيمته بسرقة ما أو هبشة ما من حدث ما. فالكل يعني الأغلب يعني تاريخه أسود، يعني ما في خضرار، ما في لون أخضر، ما في لون قوس قزح، لكن بغطيها فيما بعد الغنيمة تبعه السرقة، بغطيها بنوع من الشرعية، يعني يؤكد لذاته أنه هذا حلال وذاك حرام، يفتي يعني، كما الذي هذا متطرفين تبع الأديان يعني يحلل للمرأة لباسها مثلا بما تعمل أو لا تعمل، بل يحلل بقوانين معينة قطع اليد أو قطع الرأس، أو يعني إقامة الحد ربما على كلمة خرجت بشكل بريء من شخص ما. طب هؤلاء الحمقى ألم يقرأوا قول الله عز وجل لا أكره في الدين؟